الحكومة تتعهد بإنشاء وكالة خاصة بضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في أقرب الأجال. تدشين توسعة جديدة لمركز استطباب الأم والطفل خلال حفل تكريمي لعدد من العاملين في هذه المؤسسة الصحية. قرية غالينيور بولاية قديماقة تحتضن فعاليات مهرجان كوفا لإحياء المخزون الثقافي في المنطقة وتعزيز اللحمة الوطنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. إلى ذلك وجه رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني برقية تهنئة إلى السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة، وهذا نص التهنئة. صاحب المعالي، أطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة أن أبعث إليكم بتهانينا الحارة وتمنياتنا لمعاليكم بموفور الصحة والعافية، وللشعب البريطاني الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم حرصنا على تنمية الروابط وعلاقات التعاون الاقتصادي بين بلدينا بما يخدم المصالح والأمال المشتركة لشعبينا الصديقين. وتفضلوا صاحب المعالي بقبول أسماء آيات التقدير. محمد والشيخ القزواني. دائما في إطار برقية رئيس الجمهورية، وجه رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ القزواني كذلك برقية تهنئة إلى فخامة سيد جوفينيل مويس رئيس جمهورية هايتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لنظيره الهايتي حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية بيانا تؤكد من خلاله وضع آلية لإشراك كافة قوى الدفاع والأمن على مستوى المدن الكبرى تفاديا لكل ما من شأنه تهديد أمن الأشخاص وممتلكاتهم خلال الاحتفاليات المخلدة لرأس السنة الميلادية 2020، وهذا نص البيان. تجسيدا للمقاربة الأمنية الشاملة التي تعتمدها السلطات العمومية بالبلد، والتي شملت بالإضافة إلى البعد الأمني الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وعملا بالخطة الأمنية لمكافحة الجريمة والانحراف على مستوى الوسط الحضري الهادف من بين أمور أخرى إلى إرساء شعور دائم بالأمن والطمأنينة لدى المواطن، قامت وزارة الداخلية واللامركزية بوضع آلية تأخذ بالحسبان إشراك كافة قوى الدفاع والأمن على مستوى المدن الكبرى تفاديا لكل ما من شأنه تهديد أمن الأشخاص وممتلكاتهم إبان الاحتفالات المخلدة لرأس السنة الميلادية، وذلك وفقا للمحاور الثلاثة التالية: تعزيز الإشراف والتنسيق الأمني من خلال توزيع ولايات واكشوط الثلاثة على مختلف الأسلاك الأمنية، تعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة بما في ذلك الشريط الأمني لمدينة واكشوط، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أماكن تنظيم احتفالات رأس السنة كالفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات إلى آخره، ونهيب بالجميع التحلي بروح المسؤولية وتفادي كل المسلكيات المثيرة للريبة والشك والتعاطي الإيجابي مع مختلف الأجهزة الأمنية. وتدخل هذه الإجراءات الأمنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني تعهداتي، والذي تعمل حكومة الوزير الأول السيد إسماعيل والبدة والشيخ سيديا على تنفيذه. استعدادا لتفعيل الخطة الأمنية التي دأبت السلطات الموريتانية على تنظيمها بالتزامن مع نهاية العام وتحسبا لأي طارئ، استهل وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم المرزوق رفقة والي ولاية واكشوط الغربية والمدير العام للأمن الوطني زيارته التفقدية للخطة الأمنية من المدرسة الوطنية للشرطة.
زيارة اطلع الوزير خلالها على الخطة التي وضعتها الشرطة الوطنية بولاية نواكشوط الغربية بغية تغطية أمنية شاملة حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم. سيارات جهزت بالعدة والعتاد ووضعت وحداتها الأمنية على أهبة الاستعداد. وفي المحطة الأخرى من زيارة وتفقد الخطة الأمنية الموضوعة لليلة رأس السنة التي تمت معاينتها من طرف وزير الداخلية واللامركزية رفقة قائد أركان الحرس الوطني ووالي الولاية الجنوبية، كان الحرس الوطني بدوره على أهبة الاستعداد التام بسياراته وعناصره التي جهزت ووزعت على مقاطعات الولاية الجنوبية من العاصمة نواكشوط برجال صدقوا الوعد وبروا القسم الذي قطعوا على أنفسهم حين قرروا الانتماء للوطن وحماية مواطنيه وممتلكاتهم. فخرجت وحداتهم بمختلف تشكيلاتها لتقول للمواطن: نحن هنا في الحماية ومستعدون كامل الاستعداد. ولم يغيب دور وحدات الدرك الوطني عن مشهد الأمن في ليلة رأس السنة من نواكشوط، فقد أحكم سيطرته على القبضة الأمنية حين خرجت الوحدات والتشكيلات ميممة وجهة شطر مقاطعات الولاية الشمالية ووزعت المهام وأخذ الكل المهمة التي أسندت إليه. وبانطلاق الخطة التي اعتادت السلطات على تنظيمها كل عام وزيادتها كما وكيفا تكون العاصمة نواكشوط قد ضمنت أمنها في ليلة عادة ما تشهد احتفالات وتحركات من طرف المحتفلين برأس السنة. يلاحظ الزائر لأسواق العاصمة فضوية في عرض المواد الغذائية المستهلكة ونوعا من اللامبالاة في طرق ووسائل حفظ هذه المواد، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين. ولوضع حد لهذه الظاهرة أعلنت الحكومة عن إنشاء وكالة تهتم بضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، وسيتم إنشاء هذه الوكالة قريبا وفقا للمعايير والمتطلبات العلمية والتنفيذية المتبعة عالميا في هذا المجال. ليس من طبيعة المواطن الموريتاني زبونا كان أو بايعا التدقيق في مدى صلاحية المواد الغذائية المحلية الصنع أو تلك التي تدخل الأسواق الوطنية بأصناف شتى لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتوجات خضعت قبل العرض والبيع للفحوصات المطلوبة. وليس طبيعيا أن يتخيل المواطن العادي أن كل ما يدخل السوق من المعلبات الجاهزة قابل للاستهلاك دون رقيب صحي، لكن الأكثر إظهارة هو غياب أجهزة رسمية مختصة تعزز الجهود المبذولة من طرف إدارة حماية المستهلك وشركائها في الميدان، حيث يلاحظ المتجول بين أسواق العاصمة مع العشوائية في العرض فوضوية في البيع والشراء وإهمالا مطلقا لإجراءات السلامة المطلوبة شرطا في الأغذية ومكوناتها، خاصة إذا تعلق الأمر بالمشروبات الغازية والحلويات المعلبة والألبان ومشتقاتها. فقد أثبتت الحملات الوطنية التي تطلقها الجهات المختصة بين الفينة والأخرى أن هذه المواد معرضة أكثر من غيرها للتلف والخسارة إذا غابت عنها المعايير التقنية المتعارف عليها في المجال. ولأن المسألة لا تتحمل التأخير، بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل البدوي للشيخ سيدية، وذلك لتشخيص الواقع الحالي واتخاذ إجراءات سريعة تضمن السلامة الصحية للسلع والمواد الغذائية المتداولة في الأسواق. وللإحاطة بمكامن الخلل، قررت الحكومة انطلاقا من حالة السوق إنشاء وكالة وطنية متعددة الاختصاصات تعنى بالرقابة والتنظيم والسهر بالمعدات واللوازم على تطهير المحلات التجارية من المواد المنتهية الصلاحية وعلى منع المنتوجات المشبوهة من الدخول إلى الأسواق سدا للطريق أمام وصول هذه المواد السامة المستهلك العادي. ولتعميق الحديث حول هذا الموضوع نستضيف لكم الليلة السيد سيد أحمد والمحمد وزير التجارة والسياحة، أهلا بكم معالي الوزير. شكرا لكم. أنا أشكر التلفزة الموريتانية على إتاحة الفرصة لإطلاع الرأي العام على هذا الموضوع المهم. قبل أن أبدأ سأتوجه بالتحية لكل المشاهدين متمنيا لهم سنة جديدة سعيدة
مليئة بالأفراح. شكرا معالي الوزير. لكن هنا نتحدث عن أهم هذه القرارات التي صدرت من خلال هذا الاجتماع، من خلال هذه المقاربة أو هذا الإجراء الذي سيتم اتخاذه، والذي ربما نلاحظ من خلال ما صدر أنه سيكون قريبا وعاجلا. يعني كيف يعني تتم هذه الإجراءات لضمان يعني سلامة هذه المواد والداخلين؟ طبعا تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، تم إصدار تعليمات للوزارة الأولى والقطاعات المعنية للتفكير في إنشاء هذه الوكالة التي ستكون مختصة في مراقبة جودة المواد المعروضة في السوق الموريتاني. هذا نظرا لما يلاحظ من انتشار الأمراض الخطيرة بصفة خاصة بين الشعب الموريتاني. هذه الأمراض لم تكن ملاحظة بكثرة في الماضي. طبعا هناك علاقة وطيدة بين الغذاء والداء. الأغذية عندما تكون موجودة في الأسواق يعني بصورة فوضوية، أي أنه ليس هناك جهاز لديه القدرة التقنية على إجراء الفحوصات الضرورية للتأكد من سلامة هذه الأغذية، فسيشكل ذلك عبئا وعائقا كبيرا على قطاع الصحة. فنحن دولة نستورد أغلب المنتجات الغذائية التي تأتينا من الخارج، وأغلب المواد المختلفة من المستلزمات المختلفة من الخارج. طيب، هل من تداخل بين 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 المقاربة أو الإجراءات التي تتخذونها وما تقوم به يعني الهيئات يعني العاملة في هذا المجال؟ لا، دعني أكمل. عندما ننظر إلى وضعنا القائم حاليا، يعني أننا نستورد كل شيء، فمن الضروري أننا نستقبل بعض المواد التي لا تخضع للمعايير. ليس علينا أن نصدق كل ما هو مكتوب على الحاويات الموجودة فيها هذه المواد الغذائية مثلا، أو على المستلزمات التي نشتريها. إذن عندما نصدق كل شيء فقد نتضرر، ومن أجل أن لا نصدق كل شيء فعلينا إنشاء جهاز قادر على الكشف للتأكد من ما هو مكتوب على الحاويات التي توجد فيها هذه المواد. لذلك كان لزاما التفكير في إنشاء هيئة تكون أعلى مستوى من المعامل أو المخابر الموجودة في بعض القطاعات الوزارية، وسيوكل إليها تحديد معايير الجودة لجميع أصناف البضائع والمواد، تحديد مثلا هل هذه البضاعة تخضع للشروط الصحة العامة، هل تتوفر فيها المواصفات اللي مكتوبة على الغلاف. أعطي مثل، عندما أخذ مثلا المواد المحفوظة، المعلبات وغيره، المشروبات الغازية، عندما تنظرون إلى العلبة مكتوب عليها فيها نسبة السكر كذا، وفيها نسبة كذا وكذا، وفيها نسبة كذا، كالسيوم كذا، صوديوم كذا، هل نحن متأكدون أن هذه النسب صحيحة؟ لأن هذه النسب عندما تتجاوز الحدود المسموحة قد تسبب مثلا أمراض السكري، كانت نسبة السكر مرتفعة في المادة قد تسبب أمراض السكري. الغلاف نفسه، مواد البلاستيك اللي هي تستخدم في تغليف معظم الأشربة وبعض المواد الأخرى، فهي مواد خطيرة، تكون مواد مسرطنة. لذلك علينا أن نمتلك مثل هذه الهيئة، وإلا فسنكون عرضة لبعض الأمور الخطيرة. مثلا موردين في الخارج، تجار في الخارج، عندما يعرفون أن هناك بلدا ما في العالم ليس لديه جهاز للجودة وهيئة للجودة، فإنهم بكل بساطة يمكن أن يصدروا نحوه جميع المواد الغير مطابقة للمواصفات الصحية، لأنهم متأكدون أن ليس هناك أي مجال للتأكد من صحة البيانات المكتوبة عليه. جميل. متى سيتم يعني الإذن لهذه اللجنة بأن تباشر المهام؟ ما دمنا حددنا أن هنالك أشياء خطيرة وضارة، يعني متى يعني سنجد إذن لهذه اللجنة أن تباشر هذه المهام، مثلا أن تعمل لتحديد مثلا صلاحياتها أو مباشرة صلاحياتها في هذه اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل دراسة هذا الموضوع؟ لديها أوامر مباشرة بالبدء في اتخاذ ما يلزم من أجل إنشاء هذه الوكالة. وهناك بعض الترتيبات التي لا بد منها، ترتيبات قانونية، ترتيبات إدارية، هيكلة، خبراء،
ونحن ندرس كل هذه الجوانب على أن ننتهي في أسرع وقت ممكن لكي ترى هذه الوكالة النور. فكما قلت فهي وكالة متعددة المهام، ليس فقط من أجل الأغذية، من أجل حتى مثلا مصابيح الكهرباء التي قد تشتري مصباح كهرباء مكتوب عليه مدة طول فترة حياته مثلا 8 أشهر، عندما تشتري تضعه ينتهي بعد أسبوع، يعتبر النوع من الغش للمستهلك الموريتاني. ناهيك عن المواد الاستهلاكية، المواد الغذائية والخطيرة جدا. يعني سمحوا لي معالي الوزير بالعودة إلى التساؤل الذي كنت قد طرحته آنفا المتعلق بالتداخل ما بين صلاحيات هذه الهيئة وكذلك الهيئات حماية المستهلك التي يعني هي تنشط في هذا المجال. لا لا، ليس هناك تداخل على الإطلاق، تكامل يعني ربما. هناك تكامل. فأعطي مثل، عندما يتم مصادرة مواد غذائية مشتبه في أنها فاسدة أو غير صالحة، فنحن محتاجين لجهاز أو لمخبر لكي يقوم بما يلزم لنتأكد من نتيجة الفحص. نحن محتاجين لمخابر لديها القدرة على فحص مكونات المواد، تحديد نسب المواد المختلفة الداخلة في تركيبة المادة الغذائية. فهذه الهيئة ستكون مستقلة، وسيكون لجميع القرارات الصادرة عنها سيكون لها قيمة معنوية. لن نقول بعد ذلك أمر وزير التجارة مثلا بإتلاف مواد الفلانية وأمر وزير الصحة بفعل ما، لكن الهيئة الرقابية التي ستمتلك مخابر تمتلك خبراء هي التي ستبت في مثل هذه القضايا. هذا موضوع مهم جدا. ما هي أبرز التحديات التي ربما تكون عائق أمام هذا العمل، التي ترونها يعني ربما تكون تشكل يعني تأخير في العمل عمل هذه اللجنة أو عمل يعني؟ لا أعتقد أن هناك تحديات ما دام الأمر قد صدر من أعلى سلطة في البلد وتم تداوله عن طريق الوزارة الأولى، فليس هناك تحديات. ما هناك هو ما يلزم القيام به. طبعا لابد من دراسة الموضوع والتأكد من جميع الجوانب، لأن نريد إنشاء هيئة مستمرة قادرة على الاستمرار والبقاء ولعب الدور المنوط بها. ليست هناك أي ارتجالية. الموضوع سيأخذ الوقت، أقل وقت ممكن، لكن سيأخذ أيضا الوقت. جميل. هذا يتطلب تنسيق كما أسلفتم وكما قلتم بين الوزارة وعدة يعني قطاعات وزارية وحكومية. هل يعني يمكن أن يكون هنالك مثلا تشكيلة ربما شاملة لهيئات الحكومة ككل في هذا الإطار؟ هي موجودة حالا في تركيبة اللجنة الوزارية. هناك وزارة التنمية الريفية، هناك وزارة الصحة، هناك وزارة التجارة، هناك وزارة البيئة، هناك وزارة المالية، هناك القطاعات المعنية، هناك وزارة الصيد والاقتصاد البحري، هناك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه كلها قطاعات يعنيها الموضوع بصفة مباشرة. لو تكلمنا عن البحث العلمي، نحن بحاجة لباحثين علميين يجرون بعض الدراسات للتأكد من ما قد تسببه بعض المواد، مثلا هل ممكن أن تسبب سرطانات مثلا، أو هل ممكن أن تسبب السكري أو أي مشاكل أخرى. وزراعة معنية، لأنها زراعة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي. نحن لسنا لا نتخوف فقط من المنتجات القادمة من الخارج، لكن علينا أيضا أن نفحص منتجاتنا المحلية لسببين. لأن الزراعة بشكل عام تعتمد على استخدام المبيدات بشكل واسع. المبيدات معروف أنها تبقى في الأغذية فيما يعرف بمتبقيات المبيدات، قد تبقى فيها بكميات ضئيلة جدا، تحتاج لقياسات يعبر عنها بجزء في المليون، تحتاج مخابر يعني عالية التقنية. ولو أن النسب هذه الضئيلة التي يعبر عنها بجزء في المليون فإنها قد تكون مسرطنة كذلك، لكن على المدى الطويل نحن بحاجة لمعرفة ما يتناوله المواطن الموريتاني. فالحكومة تهتم بكل ما من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن سلبا وإيجابا، لأننا نعتبر أننا جزء من هذا الشعب، ولسنا غرباء. يعني معاناته هي معاناتنا، فرحته وسعادته هي سعادتنا. ولذلك ما هي الرسائل المطمئنة التي يمكن أن تجعل المواطن في اطمئنان أن هذه المواد التي يستهلكها أن هنالك حكومة عاكفة عبر محاور التي تحدثتم عنها لانتشال يعني وضعيته من أو الوقوف دونه وهذه المواد؟ يعني ما الذي توجهونه للمواطن الموريتاني حتى يتعامل معكم في هذا الإطار؟ أنا فقط أريد أن أطلع المشاهد الموريتاني على بعض الأرقام التي تحققت في الفترة القليلة الماضية. كما تعلمون تم تشكيل الحكومة في شهر أغسطس، تحديدا 8 أغسطس على ما أتذكر.
من ابتداء من هذه من ذلك الوقت حتى نهاية أكتوبر يعني كانت هناك خرجة إعلامية وتكلمت بالأرقام عن ما تم مصادرته من المواد التالفة، وابتداء من ذلك الوقت حتى 31/12 تم المصادرة وإتلاف العديد الأطوان من المواد الغذائية. يمكن أعطي أرقام، في نواكشوط مثلا تم حجز وإتلاف 168 طن من مواد منتهية الصلاحية، في العصابة 80 طن، داخلة المواديب 65 طن، الحوض الشرقي 28.7 طن، سليبابي 18، أدرار 10.5 طن، إنشيري 8.5، زويرات وهكذا دوالك، يعني في حتى في المناطق النائية من الوطن. مثل اليوم بالأمس تم حجز وإتلاف مواد في أمرج وعبد البقر وفي أماكن مختلفة، اليوم تم في 3 طن في روسو. يعني أنا أشيد بالمجهود العالي الذي تقوم به فرق حماية المستهلك على مستوى نواكشوط وفي الداخل، وشد على أيديهم. وطبعا الأمور ستتحسن كثيرا لأن هناك خطة خماسية، يعني أمر فخامة رئيس الجمهورية كل قطاع بإعداد خطة خماسية العمل كي تكون عندنا نظرة للمدى القصير والمتوسط البعيد. هناك خطة يعني سنوية بالنسبة لقطاع التجارة. فقط سأنتهز هذه الفرصة تفضلوا معالي الوزير، لكن وقت النشرة يعني فقط لأعطي بعض ملامح خطة 2020 فقط إيجازا، تتمحور حول الدعم المؤسساتي في الوزارة، التكوين طبعا، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين موريتانيا والخارج، وكذلك هناك ما يسمى بالتحديث الإدارة والاعتناء بالقطاع السياحي. يعني الوزارة كما تعلمون تشتغل على محورين مهمين، محور التجارة ومحور السياحة. سأمر سريعا على المحورين. فالتجارة، هناك طبعا التجارة الداخلية فيما يتعلق بحماية المستهلك، مواد منتهية الصلاحية، ما يتعلق بالتنظيم الأسواق وحالة السوق ومتابعة الأسعار. طبعا عندما أقول متابعة الأسعار، فالقانون المتبع ملزم بحرية الأسعار، لكن على الدولة أن تشرف على هذه الأسعار لتنظر لتحافظ على استقرارها عن طريق توفر مواد غذائية في السوق. طبعا بالنسبة للتجارة الخارجية فنحن نعمل على عدة محاور، نعمل على اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا التي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في جميع قارة أفريقيا، وكذلك نعمل على اتفاق الشراكة بين موريتانيا ومنظمة السداو، وهذا الاتفاق متقدم وعندنا مواعيد معهم في نهاية شهر يناير، في نهاية شهر فبراير ندير اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، لأنه سيشكل آفاق، سيفتح آفاق جديدة لموريتانيا للاستثمار للتجارة عبر هذا البلد الذي يتميز بموضع جو استراتيجي مهم جدا. إذن شكرا لكم معالي الوزير، كنتم ضيفي في النشرة، شكرا على قبول الدعوة وكذلك على رحابة الصدر، أشكركم جزيل الشكر. وشح وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني السيد أحمد بوكاري سوكو باسم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني عددا من موظفي القطاع، وذلك في إطار تخليد الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. وفي هذا السياق وشح السيد الوزير بميدالية الشرف من الدرجة الأولى كل من السادة عبد الله صو مدير مدرسة تكوين المعلمين في العيون، وعبد الله حسين سك مدير مدرسة ابتدائية في ولاية الترارزة. كما وشح الوزير بميدالية الشرف من الدرجة الثالثة السيد سيد علي الكوري سكرتير بإدارة المصادر البشرية. في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وشحت كذلك وزيرة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي السيدة خديجة بنت بوكا باسم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني اثنين من عمال قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي. يتعلق الأمر بتوشيح السيد سامبا صوفي جاك
رئيس قسم الصفقات بالوزارة بميدالية الشرف من الدرجة الثانية، والسيد بلال مبارك سيدي محمد بواب بشركة إسكان بميدالية شرف من الدرجة الثالثة. جرى التوشيح بحضور الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي وعدد من المسؤولين في القطاع. أشرف وزير الصحة بمقاطعة الإكسار على تدشين التوسعة الجديدة لمركز استطباب الأم والطفل والتي أطلق عليها اسم البروفيسور حمين والماء العينين، وتم خلال الحفل تكريم عدد من العاملين بالمستشفى على المثابرة والتفاني في خدمة المرضى، إضافة إلى تنظيم يوم للتبرع بالدم. تأتي هذه التظاهرة المنومة من طرف إدارة مركز الاستطباب للأم والطفل تخليدا لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، وتكريما لعمال المركز المتميزين في أدائهم المهني أثناء العام المنصرم، وذلك بحضور السلطات الإدارية والبلدية في مقاطعة الإكسر وجمع من المدعوين وعمال المستشفى. عمدة بلدية الإكسر رحب بالحضور مذمنا الدور الذي يطلع به هذا المركز في الصحة بالمقاطعة، مطالبا باستكمال النواقص التي يعاني منها. دعوني أنتهز هذه الفرصة لأثمن باسم الساكنة الجهود القيمة التي يقوم بها قطاعكم تعزيزا للصحة وإصلاحا للمنظومة الصحية في وطننا الحبيب، وهي مناسبة ليعرج على ملاحظتين أساسيتين في هذا السياق، خصوصا فيما يتعلق باحتياجات هذه المنشأة الصحية. أولا، العمل على تكملة المعدات الصحية واللوجستية اللازمة لتتبوأ هذه المنشأة المكانة اللائقة بها، والتي من أهمها ماسح ضوئي ومولد للأكسجين. ثانيا، العمل على ربط المستشفى بشبكة الصرف الصحي. وقد أشادت مديرة المركز في كلمة لها بالمناسبة بجهود الطاقم الصحي العامل معها وتفانيه في خدمة المواطنين، مستعرضة بعض الإصلاحات التي عرفها المركز. سنعرض هنا بعض ما أنجز في هذه السنة بفضل طاقمنا البشري الممتاز من أجل تحسين الصحة في بلادنا، وتمشيا مع قيادتنا أهداف قيادتنا الوطنية، نجد أن العام الماضي كانت الصيدلية تحتوي على أقل من 50 نوع من الأدوية، بينما الآن تحتوي على أكثر من 200 نوع من الأدوية. وبالنسبة للاستشارات والحجز الأطفال، فإن هناك تحسن بنسبة 78%، وكذلك العمليات الجراحية شاهدت زيادة نسبة 78%. إن كل هذه المكتسبات وغيرها تم ضبطها وأرشفتها في تقرير موقع من طرف رؤساء المصالح هذه المؤسسة. الحفل تضمن كذلك تأبينا للمرحوم البروفيسور حمين والماء العينين، الذي كان مثالا للجد والإخلاص حسب شهادة العارفين به. وقد حملت التوسعة الجديدة التي تمت إزاحة الستار عنها اليوم إذانا بتشغيلها اسم المرحوم اعترافا له بالجميل. طالبين من مولانا أولا يرحمه إن شاء الله، تغمدوا برحمة الواسعة، ونطلبوا له مولانا فر، هو اليوم اللي بقيته فيه حق طالب مولانا. والرواية الثانية اللي نقدر نعدلوا له عننا نحاملوا اللي كان يعدل، نحاملوا في الأخلاق ونحاملوا في العمل. كما وزعت أثناء الحفل شهادات تقديرية ومبالغ مالية على بعض المتميزين في المستشفى، تثمينا لجهودهم وتشجيعا لهم ولغيرهم من عمال المستشفى على المزيد من البذل والعطاء خدمة للمواطنين. وقد شملت هذه التكريمات بعض منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الصحي. كما نظمت على هامش هذا الحفل حملة للتبرع بالدم، كان عمال المستشفى من السابقين إليها، تشجيعا وحثا للمواطنين على التبرع بالدم لما له من دور كبير في إنقاذ حياة الناس.
وفي المجال الصحي دائما خلدت بلادنا على قرار المنظومة الدولية اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار تطبيق قانون مكافحة التدخين. يأتي تخليد هذا اليوم من أجل التأكيد على الضرورة الإقلاع عن التدخين تفاديا لانعكاساته السلبية على الصحة العمومية. يشكل اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين فرصة لتبيان خطره وما يسبب من أمراض لا تحمد عقبها. قطاع الصحة نظم هذا اللقاء الذي جمع 50 مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية المعنية وبعض ممثلي هيئات المجتمع المدني بغية نقاش وتدارس مشكلة ظاهرة التدخين خاصة بين صفوف المراهقين والفتيات. وزير الصحة الدكتور نذير الحامد أشار في مداخلته أن القطاع يبذل جهودا كبيرة من أجل الإقلاع عن التدخين، تجلى ذلك في وضع استراتيجية من شأنها أن تكافح هذه الظاهرة لما لها من ضرر على صحة الفرد والمجتمع، مبينا أهمية تخليد هذه التظاهرة ونوعية المشاركين فيها. المدير العام للصحة أوضح أن تنظيم هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على تبيان نسبة وخطر تعاطي التدخين. بالنسبة لبلدنا شعار هذا اليوم هو تطبيق القانون، وكيف تعرفوا على أن التدخين مادة ضارة وسامة ومسببة لعدة أمراض، وهذه الأمراض خصوصيتها على أنها أمراض معناها ثقيلة الأمراض من أنفسها، خطيرة وقاتلة، وثمنها معناها ثمنها الاجتماعي والمالي ثمن كبير حتى الوطن. وهذا الأداء على 18% من سكان الموريتانيين يتعاطوا التدخين، وهذه نسبة عالية بالمقارنة مع البلدان الأخرى. ولكن الأخطر من ذاك على نسبة تعاطي التدخين بين المراهقين هي الأعلى، 16% من المراهقين يتعاطوا التدخين، ومن بين هذه النسبة 50% بنات. معناها هذه نسب عالية من تعاطي التدخين، ولا بد لها من هبة ياكن مادة تحد من تعاطي التدخين ومن مخلفاته. تنظيم هذه التظاهرة المخلدة لليوم العالمي للإقلاع عن التدخين تدخل في إطار الأنشطة التحسيسية والتعبوية حول خطورته وما له من أثر سلبي على صحة المواطنين، حيث أنه يحصد آلاف الأرواح خلال فترات وجيزة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية أخذ الحذر والحيطة تفاديا للأمراض التي تنجم عن ظاهرة التدخين المشينة والقاتلة. إلى ولاية غرغل، حيث تميز اليوم الثاني من مهرجان النيفرة في مدينة بود بتنظيم عدد من الفعاليات شملت مسابقات في القرآن الكريم والسيرة النبوية، إضافة إلى سباق الخيل، فيما تميزت السهرة الثقافية بتقديم عدة عروض فلكلورية تفاعل معها جمهور المهرجان. مسابقة القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة بين مختلف المحاضر هنا مهدت لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من مهرجان النيفارة في مقاطعة بود، ومن أنشطة المهرجان كذلك تنظيم معرض للصناعات والوجبات التقليدية في هذا الحيز من البلاد، أظهر ما تبدعه باستمرار أنامل المرأة في بود التي تعالت عن الكسل والخمول وشمرت عن أيادي الجد والكفاح. سباق الخيل شكل فقرة مهمة من فقرات مهرجان النيفارة تفاعل معه الجمهور باعتباره رياضة أصيلة تشجع على التنافس الإيجابي وتعلم الصبر والجلد، إضافة إلى التطلع إلى المعالي. وفي الليل تداعى الجميع إلى ميدان السهرات فتنافست فرق النيفارة لنيل رضا الجمهور الذي يتذوق الشدوى على هذه الآلة ويتمايل طربا بسماعها وتدغدغ مشاعره وتنسيه تعب الأيام، كما حضرت ألوان أخرى من التراث منها المديح والرقصات الشعبية المختلفة الألوان والأشكال، كما حضر الشعر الفصيح والشعبي مذكرا بمكانة بود في نفوس من ألفتهم وألفوها. نقيس بود ونشرب معها أسكي ما فيلا زاد بود أهلود يا روج هلا.
وفي ولاية قزيماق اختتمت فعاليات مهرجان كافو الذي يقيم في قرية غالي نيور، وقد حضر المهرجان ممثلون عن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وجمع غفير من عشاق الثقافة. تسعى هذه التظاهرة إلى إحياء الساحة الثقافية في هذه المنطقة والحفاظ على مخزونها الثقافي. قرية كالينيورو بولاية غيديماغا كانت مسرحا للنسخة الثالثة من مهرجان كافو الذي أشرفت عليه وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وكذا السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، حيث استمتع الجمهور بفعاليات المهرجان على مدى يومين كاملين. منذ أن من الله على بلدنا الحبيب بنعمة الانطلاق إلى فضاءات الحرية والانعتاق، سعت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية إلى إيجاد المبادرات التي تسهم في تنشيط الساحة الثقافية وإعلاء مراتب المبدعين عبر رعاية المهرجانات الثقافية. واليوم ونحن نقف هنا لإعطاء إشارة الانطلاق لهذا المهرجان في نسخته الثالثة، لا يسعني إلا أن أثمن جو الحرية والنماء والسلم الاجتماعي الذي تعيش البلاد والحمد لله. تخللت المهرجان نشاطات ثقافية ظلت الضفوف حاضرة فيها فتشنج أسماع الحضور، وألعاب تقليدية من المصارعة وغيرها، وأماس ثقافية. عمدة بلدية بلي نوه بقيمة المهرجان الثقافية وأكد أنه موسم تتلاقى فيه الثقافات، مما يقوي لحمتنا الوطنية ويعزز تنوعنا العرقي. وعلى شاكلة العمدة سار رئيس المهرجان الذي قال إن المهرجان يأتي للحفاظ على التراث والثقافة هنا بوصفهما موروثا وطنيا. وقد شارك في المهرجان تعاونيات نسوية وقدمت فيه استشارات طبية مجانية من قبل قافلة صحية متخصصة. اختتمت بالعاصمة فعاليات البطولة الوطنية للشطرنج الفردية التي تشكل خاتمة لموسم الرياضي للشطرنج 2019، وقد عرفت هذه البطولة مشاركتها 10 لاعبين على مستوى الرجال والنساء. كش ملك عبارة يتداولها هؤلاء اللاعبون على نطاق واسع، كما يتداولون بين أناملهم وعلى رقعة الشطرنج البيادقة والأحصنة والفيلة بين قلاع الملك والملكة، وذلك في منافسة قوية لنيل لقب البطولة الوطنية لفردي الشطرنج المنظمة من قبل الاتحادية الموريتانية للشطرنج في ختام الموسم الرياضي 2019. مهنئكم ومهنئ الفائزين، والوزارة بعد إن شاء الله مواكبتكم ولا يتم مواكب الاتحادية، وشاكرين مالي اللجنة الأولمبية لدعمها لهذا النوع من الأنشطة به اللي مهم ذاك التجانس بين اللجنة الأولمبية والاتحاديات. اللي ناكد لهم هون أن اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الموريتانية إن شاء الله ما يتوفوا معاكم في المستقبل إن شاء الله وتعالى، وممكن تعولوا عليها ذاك اللي عنده كان ما يتبخل عليكم به إن شاء الله. البطولة التي عرفت مشاركتها 10 لاعبين من لاعبي النخبة شملت إجراء 9 جولات بنظام الكل ضد الكل، إضافة إلى إجراء بطولة نسوية لأول مرة بثت جولاتها مباشرة عبر الإنترنت. لا يخفى عليكم ما تتوفر عليه بلادنا من مواهب في هذه الرياضة النبيلة، وهو ما جعلنا نهتم بإدماج الشطرنج في المدارس وتكوين الفئات العمرية. في ختام هذه البطولة الوطنية الفردية للشطرنج توج الدكتور شيخنا والمحمد الأمين بوسام البطل الوطني للعام 2019، وذلك للمرة الثانية تلاه اللاعب الدولي مولاي إبراهيم الهمام في المركز الثاني، ثم البطل الوطني أحمد طالب محمد في المركز الثالث. وعن فئة السيدات فازت اللاعبة مينا همام بالمركز الأول للبطولة النسائية، تلتها البطلة راحيل همام في المركز الثاني، ثم البطلة نبقوها النغلي في المركز الثالث. وزينا عندنا عنا نعدرو باط نلعبو شطرنج ونعود ونلحقو مرحلة أكثر من هذه. وكانت بطولة مغلقة على 10 لاعبين،
فيها توتروند، معناها زاد الناس كانوا تلعب، كل حد يلعب مع الآخر من أجل ياكي يأخذ الأفضل منهم. البطولة المختتمة سيتأهل الفائزون فيها من النخبة إلى الأولمبياد العالمية للشطرنج المقرر إقامتها بالعاصمة الروسية موسكو 2020. بهذا العنصر نأتي على ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين. الحكومة تتعهد بإنشاء وكالة خاصة بضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في أقرب الأجال. تدشين توسعة جديدة لمركز استقطاب الأم والطفل خلال حفل تكريمي لعدد من العاملين في هذه المؤسسة الصحية. قرية غالينيور بولاية غيديماقا تحتضن فعاليات مهرجان كوف لإحياء المخزون الثقافي في المنطقة وتعزيز اللحمة الوطنية. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.